هناك أشخاص يعتقدون أن القطط بشعة، أعتقد أنه تفضيل شخصي. لا أرى أنهما بشعين على الإطلاق، أحبهما، أعتقد أنهما مميزان جدا وجميلان. أكبر إنجاز لنا هو جعل 27 ألف شخص سعداء يوميا. بدأ الأمر كسجل رقمي لصورهما لنتذكرهما به. عندما رأينا عدد الناس الذين أحبوهما، فكرنا ببدء نشر صورهما على نطاق واسع. عمر الحساب سنة ونصف السنة. منذ البداية حصل على متابعين بشكل متسارع. بدأ في سبتمبر 2018 باكتساب الكثير من المتابعين، نحو 200 كل يوم. معظم التعليقات التي تأتينا إيجابية جدا، ويقول بعض الناس أن دوبي سمين أو لا يعجبهم الوصف، لكني لا أنزعج إلا حين الهجوم شخصيا كالقول إنهما بشعان. أعتقد أن هناك أناس يقولون أي شيء على الإنترنت، لكنهم لن يقولوه في وجهك. لا تستطيع التحكم في مشاعر الناس. نحاول أن نخرج شخصيتهم بقدر المستطاع من خلال ما نكتبه أو ما نعلق به. كما يلزمهما عناية كبيرة، يحتاج دوبي لحمام أسبوعيا وتنظيف الأذنين وقص الأظافر. الأحد هو يوم التصوير، فنحن نلتزم بجدولهما. أخذ لقطة أو اثنتين، ثم يذهبان للعب أو الأكل أو النوم. لا أريد إرهاقهما. وضع صورهما يوميا أمر ممتع، عليك فقط أن تتذكر القيام به يوميا. بعض الهدايا التي يتلقونها تضم الكثير من الألعاب والكثير من الأزياء من أجل التصوير وللتسلية. يذهبان أينما نذهب، نحصل على دعم هائل. يقول الناس أفضل الأشياء. كما تلقينا رسوما لهما من الناس. سيستمر مستقبل دوبي ولوبي كنجمي أونلاين طالما أنهما يستمتعان بذلك. أتمنى مع نهاية العام أن يحصلا على ضعف عدد المتابعين ويدخلا السعادة إلى قلوب 50 ألف شخص.